فرقه البراعم الشعبيه الفلسطينيه تروي قصه التراث في ملتقى الحكايه الثاني عشر المزيد بالتقرير التالي مع زميلنا المبدع دوما مصطفي الساحوري استضاف ملتقى حكاية في نسخته الثانية عشر والذي يقام في كل من عمان وإربد والكرك فرقة براعم الفنون الشعبية الفلسطينية الذي قدمت العمل الفني طلت وذلك ضمن احتفالات الفرقة بذكرى تأسيسها الأربعون مهرجان حكاية هو بعيد مركزية القصة وفي التعلم وفي في الموروث الشعبي وكيف أهمية القصة والحكاية في موروثنا الشعبي وثقافتنا وتاريخنا مهرجان حكايا هو مهرجان فيه عروض حكي، فيه عروض أفلام، فيه عروض رقص في لقاءات ومجاورات غير طبعا العروض اللي بتصير بالمحافظات الثانيه زي محافظه الكرك ومحافظه اربد لهي السنه فهو نوعا ما كل الفعاليات اللي بتصير بتركز على اهميه القصه بمختلف اشكال العروض والفعاليات. الفرقة قدمت مجموعه من اللوحات الراقصه التي تحاكي قصص براعم الفنون والمستوحاه من الدبكه الشعبيه الفلسطينيه والمعبره في نفس الوقت عن واقع الحياه الفلسطينيه المعاصره والمساهمه في اظهار الوجه الحضاري لشعبها امام العالم الرسالة بتحمل كثير من الرسائل الوطنية والثقافية، أهمها الحفاظ على موروثنا الفلكلوري الفلسطيني، مع دائما طبعاً يعني المحافظة عليه والتطوير طبعاً عليه عشان يضل عايش ويظلوا مواكب التطور اللي سواء موسيقياً أو ثقافياً، كمان الفرقة لها رسالة وطنية معظم الأغاني فيها مضمون غير الثقافي والفلكلوري فيها مضمون وطني طبعاً عالي. تعتبر براعم الفنون كحيز مكاني للاطفال للتعبير عن احتياجاتهم وتطوير مهاراتهم الفنيه والفكريه والحياتيه من خلال خوض التجارب الفنيه والعمليه لصقل شخصيات متميزه